بسم الله الرحمن الرحيم. تم بعون الله تعالى تأمين شقاق أربع عناصر من مطار دير الزور العسكري على يد كتائب أحرار مراعية كتيبة الزهراء سرية الحبيب المصطفى وكتيبة الشهيد ماهر العبد الله. عرف عن اسمك؟ محمد وليد الجليل. أنا عسكري مجرم محمد وليد الجليل. وكيف تخدم؟ باللواء الصهيوني. من أين شقيت؟ من مطار دير الزور العسكري. وين انضميت؟ انضميت إلى الجيش السوري. عرف عن اسمك؟ مجرم محمد عبد السيد. وكيف تخدم؟ باللواء الصهيوني. من أين شقيت؟ من مطار عسكري. في دير الزور؟ في وين انضميت؟ مع الجيش السوري. شو توجهون لزملائكم ما زالوا من الجيش الطاغية والشعب؟ بنحب نقول لهم اللي بده يجي على الشباب بيكون احسن له، لانه ما راح يجوا منكم بالشباب، وهون الشباب يعني ما في منهم معاملتهم مليحه. تكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر.